يا هلا والله، مساء الخير. اليوم بما ان هناك حالات ظهور لحمى الضنك بمنطقة جازان، اليوم امانة منطقة جازان وصحة جازان ووزارة البيئة والمياه والزراعة يقومون باعمال مكافحة الحشرات والبعوض. وفي منطقة جازان اكثر من 200 فرقة ميدانية لمكافحة نواقل الامراض. وايضا لان امانة منطقة جازان وصحة جازان تقومان على حملة تطوعية للمشاركة المجتمعية، اليوم أنا أحد المشاركين في هذه الحملة، وهذه بعض الفرق والمعدات التي تقوم على مكافحة نواقل الأمراض بمنطقة جازان. الآن موظف مشروع مكافحة الأوبئة يأخذ بيانات هذا المنزل في برنامج كافح. أيضا الآن إحدى الفرق تدخل إلى أحد المنازل، وهنا يتم استكشاف إحدى البؤر، وهي من أخطر البؤر الموجودة داخل المنازل، بؤر مياه المكيفات. وهنا إحدى الطرق للتخلص من إحدى البؤر. تجمعات مياه المكيفات تشكل بؤر خطرة، راح أوريكم بنموذج من هذه الخطورة. وهذه رقات البعوض التي تتكاثر في المياه المكشوفة، منها مياه المكيفات، ويجب التخلص من أي مياه متجمعة سواء مكيفات أو غيرها خلال يومين بالكثير. هذا كان تقريرنا اليوم، ألقاكم إن شاء الله في مكان آخر وفي جولة أخرى. استودعكم الله في أمان الله.